نشجع كده مجموعة أصدقاء سريعة يا كباتن. اتفضل يا كابتن. سيد سليمان مثلا ورقة شلبوكة، ماتش الأهلي والنجم الساعة كام؟ الساعة كام يا كابتن؟ الساعة 6 بتوقيت تونس، 8 بتوقيت مصر. ده الأهلي. الأهلي طب نقول له الزمالك بالمرة؟ الساعة 7. 7 بتوقيت مصر بقى هنا. إن شاء الله. الشيخ نور حمودة، أحلى مسا عليكم كلكم. أحمد شيمي، كابتن نفسي كابتن حسن يمسك المنتخب. بحول الله. كابتن شوقي، كابتن شوقي غريب موجود يا جماعة. وكده دايما ندعمه وندعم المنتخب وندعم الكابتن شوقي وجهازه ان هم ان شاء الله يحققوا لنا اللي ما اتحققش الفتره اللي فاتت ان شاء الله. كلام جميل يا كابتن. زوزه، مساء انوار يا كابتن مدحت وضيوفك الكبار المعلم ويونس وصيام. احب اسال المعلم، لو عرض عليك تدريب الاهلي توافق؟ احنا الكلام ده قبل كده كابتن مدحت واتكلمنا فيه وقلنا ليه لا، احنا برضه مدربين محترفين يعني. نعم. بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن. اتفضل. انا حاسس ان الكابتن حسن قريب قوي من الزمالك. من الزمالك الموسم الجديد مش عايزين مشاكل. مش عايزين مشاكل. وان في ممكن انا قريب من الزمالك على طول يعني، مش تدريب يعني، انا قريب من الزمالك على طول بحكم ان انا راجل زملكاوي. لكن انا سمعت ان في امكانيه كبيره وفي كان يعني خلينا نقول الكلام ده مش في التوقيت ده. لا مش في التوقيت ده. حتى لو ما حصلش حاجه زي كده. ما انا بقول لك يا سامي يعني الكلام ده مش في التوقيت ده. لا ما حصلش حاجه زي كده والتوقيت ده غير مناسب ان احنا حتى بالزبط. نتكلم فيه. أوكي. يعني زي الحاجات يا كابتن مدحت برضو عاوز يعني اخرج عن الموضوع ده واتكلم. اتفضل. اللعيبه الناس بتتفق معاها دلوقتي. يعني دي عمليه مشكله عامله للانديه بتاعتها مشكله كابتن. صحيح. لان هو اي لاعب مستواه ينزل شويه يبقى بيتفاوض مع كذا كذا، والتفاوض ده مخليه مش مركز. يعني عمليه يعني. خليني اقول حاجه يا كابتن حسن. النهارده يا كابتن مصطفى مثلا لعيبه في الشورت مثلا، وتم خلينا نقول بصراحه وتم الاتفاق مع الزمالك. طب هيلعب، وبعدين الزمالك عايز يلعب السنه الجايه في رابطه الابطال الافريقيه، وهم هيبقوا لعيبه في الزمالك السنه الجايه، طب هيلعبوا ضده ازاي في الداخل؟ بالظبط بالظبط. سنه صعبه. وعشان كده انا شايف ان هي عمليه اخلاقيه قبل اي حاجه كابتن كابتن مدحت، وانا كنت بعترض على الكلام ده من زمان. ما ينفعش تتفق مع لعيب وهو بيلعب، لما يخلص وده لازم تبقى تعليمات من اتحاد الكره. طب ما هو النادي الثاني هيخطف. لازم يبقى في تعليمات، لازم تتحدد يا كابتن. لازم تتحدد ازاي؟ زي معمول اوروبا كابتن. اوروبا معمول، وده الاستاذ محمد ممكن يعني يدعمني في الكلام ده، ان هم بيدوا فتره سماح. ها، ان هم التفاوض مع اللاعبين، الانديه تتفاوض مع اللاعبين. نعم. مش خلال الدوري. يعني ممكن يكون قبل ما عقده ينتهي بست شهور. مهم ست شهور فعلا كابتن. مش هي كده. هي كده. بس هي ازمه الشرطه مش كده. ست شهور اتفق مع الوقت كذا وكذا وكذا، واللعيب بيلعب في ناديه عادي جدا جدا، بالرغم ان كده بيخلي اللعيب يجيد اكتر. بالظبط. ان هو هينتقل، وعشان ينتقل هينتقل بسعر اعلى. نعم. وبناء عليها بيلعب مع نادي اللي هو هيسيبه بعد ست شهور. بالظبط. بجديه، وهم على طول جديين. لكن انا النهارده بتفق مع اللعيبه قبل ماتش، بتفق مع اللعيبه قبل الموسم ما ينتهي بشهر، عارف حضرتك ازاي؟ ولسه في مباريات متبقيه. صحيح. يعني لو ما فيش مباريات متبقيه. طب انا اقول لك بقى تفاصيل الشرطه الرباعيه. كابتن بتاع الشرطه ده هيلعب ازاي؟ اتفق معاك بغض النظر على الشرطه مصطفى ايا كان وتبر يعني. الكابتن بيتكلم في العموم يعني. بشكل عام. طب انا اقول لك بقى تفاصيل. يعني بتكلم بشكل عام. طب انا اقول لحضرتك تفاصيل مختلفه في الاربعه بتوع اتحاد الشرطه تحديدا. احمد دودار، معروف يوسف، رضا العزب، خالد عمر. هي لعبه اساسا بين السماسرة وبين اهل المسؤولين في اتحاد الشرطه، ان هم كانوا بيتعمدوا ان هو يقوم جاي مسرب المعلومه لعلاء عبد الصادق. علاء عبد الصادق فيقول له طب اشوف او افكر، فيقوم جاي رايح قال للزمالك الحقوا تلاقيها لا يجدوا. الزمالك كرد فعل. فالزمالك كرد فعل راحت. لكن الموضوع اللي بيتكلم فيه الكابتن حسن شحاته، طبعا الكابتن ده موضوع رائع وكل حاجه، لكن مشكله الشرطه غير اللي بيتكلم فيه الكابتن حسن. ست شهور بترتبط بان اللعيب يكون عقده في السنه الاخيره، اما اتحاد الشرطه فانت عندك مشكله ان عقده ممتد. لو تسرب احد العقود اللي وقع اي لاعب من اللعيبه دي للاتحاد
الاتحاد المصري وتقدم شكوى من الشرطة أو طبقا لأي تصريحات اتقالت في الفترة دي، اتحاد الشرطة يستطيع أن يصدر عقوبة ضد الزمالك حتى من الاتحاد الدولي. هيقول لك أنا ما مضيتش، أنت هتعرف تجيب عقده منين؟ إيه؟ كابتن 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 تسريبات الإعلام بيقول زي ما هو عايز. هو السبب في كل ده. أنا قلت في كابتن أستاذ محمد عارف السبب في كل ده وكلاء الإعلامي. بس أنا قلت كده دلوقتي أصل مصر يا كابتن، ما أنا قلت هم كابتن عاوزين يشتغلوا. دي كارثة يا كابتن. كارثة. وكلاء اللاعبين دول هم المفسدين في الارض. يروح مسرب لعيب الزمالك هيمضي معاه، فيروح مسرب للاهلي ان الاهلي بيتفاوض معاه وبتاع، فالزمالك يلحق يخلص. نعم. يا اما الاهلي يخلص أهلي. هي دي. بس هي لا دي. بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن حسن، عايز اقول لك حاجه كابتن حسن، عايز اقول لك حاجه، ده بالاتفاق مع المسؤولين في الانديه، بعض الانديه عشان ما يبقاش معامل مع الكل. انا لسه قايل بالاتفاق مع المسؤول يا كابتن حسن، ده اتفاق مع بعض المسؤولين في الانديه عشان بدل ما يبقى العموله 300,000 تبقى 400,000 تبقى 500,000 وهكذا. طيب. يعني مثلا رضا العزب يا كابتن، عشان التقسيمه تبقى مظبوطه. يعني رضا العزب من حقه يمضي. رضا لا رضا العزب، رضا العزب ماضي في طلاع الجيش وماضي في سموحه وبعدين رجع على الزمالك. خلص هو خلص خلص يعني. طيب هنا بقى يا كابتن مدحت بالله عليك تقول اسمي في البرنامج ده، ده حلم حياتي. مروان من طنطا 17 سنه يا شلبوك. مروان ماهر، ادينا قلنا يا مروان اهو. يوسف رمضان، والله الشاشه منوره بيكوا بضيوفك الكبار جدا يا كابتن مدحت. الله ينور عليك. حسين سلمان، يا كابتن انت والمعلم وصيام زملكاويه، هات واحد اهلاوي يتحدث وبدافع عن مدافع النادي. مع احترامي للكابتن مصطفى يونس، وفي اكتر منه مدافع يعني. كابتن مدحت ده برنامج رياضي ولا سياسي؟ ده حسن جاهين، والله في الظروف اللي احنا فيها لازم ندي حته يا ابو علي. دي مش سياسه كابتن مدحت، دي وطنيه. لازم يبقى كوكتيل. دي وطنيه بالظبط كده. احمد الشيمي، والله يا كابتن لعيبه مصر مش عاوزه غير الشهره والفلوس، وما يدوش الجمهور اي حاجه مش بالضروره. طبعا اللي هو بيقول زملكاوي ده كلام مش مظبوط طبعا. ايمن ميني، يا كابتن بجد انا نفسي تقرا رسالتي، انا بمسي على ضيوفك الكرام. من راي كابتن ممكن بجيل الجديد نحجز مقعدنا في أمم إفريقيا والمونديال؟ الأسماء اللي موجودة في الاختيار الجديد بسيط، شفتها كابتن حسن؟ شفتها كابتن، وعارف أسماء مبشرة إن شاء الله. مبشرة إن شاء الله، وهم هيبقوا مجموعة كلها واحدة، ودي من تغيير الأجيال ده كابتن، بيبقى بيتطلب عارف حضرتك ازاي ان هم اللعيبة دي بتحاول بقدر الامكان ان هي تبقى احسن من الجيل اللي قبله. كابتن 2006 هم لما بيفكروا في كده ويفكر ان هو عاوز يبقى احسن من الجيل اللي كان قبله، لو كان الجيل اللي قبله حقق انجازات هو عاوز يحقق انجازات قبل اكتر من الجيل اللي قبله، وبالتالي عنده الدافع ان هو يجيد ويؤدي وبتاع. وبعدين اختيارات الكابتن شوقي يعني هختار لعيبة تعتبر لعيبة جيدة جدا ممتاز، ولهم ولهم صحيح هم الخبرة الدولية مش متواجدة بشكل كبير معهم، لكن مع الاستمرار تهيألي الخبرة الدولية هتتواجد، وهيبقوا برضو جيل واعد ان شاء الله ويحقق للشعب المصري يا رب. 2006 كابتن نص المنتخب اساسا كان وجوه جديده، وكسب بيه الكابتن حسن بتوعي يعني الله يرحمه محمد عبد الوهاب، ما كانش لعب منتخب. احمد فتحي كان لسه جديد، حسن عبد ربه، حتى عصام الحضري نفسه كان اول بطوله امم افريقيه لعب، عمرو زكي، فمحمد شوقي. فحضرتك بتتكلم ان احنا عندنا استعداد، كانوا جداد منتخب شباب لكن ما لعبوش منتخب كبير يعني، كانوا اولمبي وشباب بما فيهم عصام الحضري، ما كانش لاعب اساسا بطوله امم افريقيا. انا 2004 ما كانش هو اللي بيلعب، كان عبد الواحد سيد. عبد الواحد في تونس 2002 تونس مش كده؟ لا 2004 كان عبد الواحد السيد في تونس مع الكابتن محسن صالح، اللي احنا طلعنا من الدور الاول. نادر كان قبليه 2002 و2000 مع 2000 مع جيرار جيري و2002 بعد كده. طب ناخد ثلاث اربع تعليقات ونخش على كاس مصر. ميدو الجندي، انا كده زعلت يا ابو الكباتن، ده انا متابعك من زمان، بيتكلم على اللي هو رقم 250,000. معلش انا مودي. ايوه يا شلبوكا انا عضو جديد بعد الاذن، اقبلوني. يا جنرال اعلام انا محمد عامر، اهلا بيك طبعا يا محمد. محمد طلبة، مساء الورا كابتن مدحت، سلم لي على الكابتن حسن شحاته المدير الفني للزمالك الجديد. الحكايه دي محمد طلبة، اولاد موسى ابو كبير شرقيه. يا ريت هديه الرئيس الجديد يبقى كاس العالم بالمجان، ده محمود ادريس. ماشي يا محمود من الاقصر. ايمن زيزو والنبي يا شلبوك انت اللي تستاهل مليون مليون، وسلم لي على الاحتراف. اشكرك حبيبي. ام مادي ودودو،
يعني انا كنت استنيت قبل الربع مليون بواحد واعمل اعجاب الربع مليون عشان تتصلوا بيا. بمسح عليك كابتن مدحت وعلى كابتن مصر النجم مصطفى يونس وصاحب الفرحة المصريين الكابتن حسن شحاتة والاستاذ محمد صيام. تحياتي وتحيا مصر. تحيا مصر. ناس وجمالها. تحيا مصر. تحيا مصر. طيب نخش على كاس مصر. على فكرة هيبقى عندنا اهداف ورا بعض ورا بعض. نبدأ مع حضرتك كابتن حسن. حرس الحدود والنادي المصري اللي انتهى طبعا 3-2 بركلات 2-2 وبعدين ضربات الترجيع بالظبط كده. تمام. يعني الماتش بشكل عام خلص بالتعادل. في فرقه كابتن يعني معظم الماتشات ما اعرفش ماتشات كتير انتهت بضربات الترجيع كابتن حسن. تفتكر ليه ماتشات الكاس بالذات؟ ماتشات الكاس يا كابتن ما فيهاش تعويض وبتبقى اللعيبه يعني واحنا جربنا برضو الكلام ده يعني ماتشات بغض النظر عن الفرقه اللي بنقابلها لكن عشان ما لهاش تعويض فبتبقى برضو الاعصاب شويه مشدوده الاعصاب شويه متوتره وبالتالي يعني مش عاوز اقول اغلبها لكن هو في حاجه بتبقى محطوطه مش ممكن يا جماعه اقول والله ده المقاولين العرب وشباب الضبع مثلا والله لا ده هيبقى فيها كلام مثلا يعني لكن في ماتشات بتعتبر منتهيه عارف ازاي لكن وخاصه انا كابتن احنا وهو كابتن مصطفى يرجح كلامي في الموضوع ده كفرقه كبيره كالزمالك ولما بنلعب مع فرقه صغيره اتصرف الكلمه يعني احنا بنبقى قلقانين احنا بنبقى قلقانين لان احنا لما نكسب ده الوضع الطبيعي لكن لا قدر الله حصل تعادل وركلات ترجيح او خسرنا مش هو ده الوضع الطبيعي بالظبط فكون بنبقى دايما احنا مشدود جدا والعكس الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه ان هو الطبيعي انه هيخسر وبالنسبه له عرض فبيبقى ريلاكس قوي بالظبط كده وبالنسبه له عرض وشويه زي المنيا المنيا عملت ايه الإسماعيلي. اخر ماتش لا وهنا كمان يا كابتن انا عاوز اتكلم كابتن محمد كابتن مصطفى استاذ محمد على اللي انا كنت بشيد بيه وان هو لعيب ممكن يبقى واعد بس على حسب سنه انا ما اعرفش سنه اللي هو محمود قعود راس الحرب بتاع المانيا هو اللي جايب الجنين بتوعه بالظبط هو اللي جايب الجنين بتوع المانيا بغض النظر مع بهتيم او غير بهتيم لكن محمود قعود يعني ده من اللعيبه كل الناس بتدور على اللعيبه واللعيب بتاع الشرطه واللعيب بتاع ما اعرفش مين ولا ده